فضیل سیرفی، ابو بصیر، مفضل، ابان ابن تقلب گفتن رفتی محضر مقدس امام صادق علیه السلام. روز عید بود، این چهار نفر گفتن رفتیم خدمت امام صادق علیه السلام. انتظار داشتیم حضرت ظرف شیرینی خرمایی، من دارم عرض کنم گذاشته باشن جلوشون دوستان و اصحابشون که میان دهنشون رو شیرین کنن، ولی دیدیم حضرت نشسته روی سجاده بلکه روی خاک، زجه میزنه، چنان ناله میزنه که ما گفتیم چی شده، مصیبتی برای حضرت پیش آمده، فرزندی از فرزندان حضرت از دنیا رفته، بچه ی حضرت چا افتاده که ما گفتیم چی شده، مصیبتی برای حضرت پیش آمده، فرزندی از فرزندان حضرت از دنیا رفته، بچه ی حضرت چا افتاده چی شده. دقت کردیم دیدیم عبارات عجیب و غریبه، حضرت دارن با یک کسی حرف میزنن، مرتب میفرماین سیدی، آقای من، چیه که امام صادق به اون میگه آقای من؟ من نمیفهمم چرا امام صادق به پسرش میگه سیدی، اما این رو میفهمم که اگر امام صادق بفرماید سیدی، پس امام زمان سید همه انبیاست، سید همه رسوله که اونها پایین تر امام صادق هست، سید همه ملائکه مقربینه، سید همه مؤمنینه، سید جن و انس اجمعینه، سید همه جهان هستید. پس بیایید ما هم بگیم یا سیدنا سیدی. سيدي غيبة نفات رقادي وزيغا علي مهادي مثل عبر بحار عشق میریزه امام صادق، روز عیدم عشق میریزه، بس اگه ما شب عید عشق بریزی ملامتمون نکنی. آقای من، غیبت تو خواب رو بر من حرام کرده، امام صادق قبل از نفت و آقا جانم، سید من، سرور من، غیبت تو آرامش رو از من گرفته، خواب و آرامش و استراحتم و ضایع کرده، راحت قلبم و ازم گرفته، وابتزلت عنی راحت فؤادی، راحت فؤادی، راحت فؤادی، آقا آقا مصیبت منو ابدی کرده، دیگه من شادی ندارم، دیگه من راحتی ندارم، مگه تو زور کنی آقا، برای چی اینقدر گریه میکنی ابدار رسول الله؟ فرمود امروز صبح نگاه کردم تو کتاب جبر، عمر فرزندم حضرت مهدی رو دیدم، دیدم عمرش طولانیه، از چشم شیعانش غایب میشه، میسوزن در فراق شیعاش، یه عده زیادی از دینشون دست بر میدارن،
برا گرفتاری شیعه دارم قصه می کنم اون روز. آی شیعه امام صادق اون روز برا برا تو گریه کرد که گرفتاریم و نمیبینیم. حجت خدا رو خودمون سزاوار ترین به گریه کردن. یا ابن طه یا ابن یاسین یا ابن هیدر یا ابن نور یا ابن طه يا ابن ياسين يا ابن هيدر يا ابن نور. إن شبت روزي این شود روزی که از کبه بنمایی ظهور. السؤال الثاني أيضا يقول: يوجد لدينا رجل ينكر المسيح الدجال والمهدي ونزول عيسى عليه السلام ويأجوج ومأجوج ولا يعتقد في شيء منها ويدعي عدم صحة ما ورد في ذلك من أحاديث، مع العلم بأنه لا يفقه شيئا في علم الحديث ولا في غيره، وقد نوقش في هذه الأمور من قبل علماء، ولكنه يزعم أن كل الأحاديث الواردة في هذه الأمور مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم ودخيلة على الإسلام، وهو يصلي ويصوم ويأتي بالفرائض، فما حكمه وفقكم الله؟ مثل هذا الرجل يكون كافرا على أعوذ الله. مثل هذا الرجل يكون كافرا على أعوذ الله، لأنه أنكر شيئا ثابتا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا كان بين له أهل العلم ووضحوا له ومع هذا أصر على تكذيبها وإنكارها فيكون كافرا، لأن من كذب الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كافر، ومن كذب الله فهو كافر. وصحت وتواترت عن الرسول في نزول المسيح المريم من السماء في آخر الزمان، وفي خروج أجل ومجهود، خروج الدجال في آخر الزمان، وفي مجيء المهدي، كل هذه الأربعة ثابتة. المهدي في آخر الزمان يملأ الأرض ويصل بعد أن ولعت جورا، ونزول المسيح من مريم، وخروج الدجال في آخر الزمان، وخروج أجل ومأجول، كل هذا ثابت في الأحاديث الصحيحة المتواترة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإن كان أمر الله لا، نسأل الله العافية والسلام. نعم. بارك الله فيكم. السؤال الأول يتعلق بالدجال. نعم. أعيده. والدجال ومسيح مريم وأجل ومأجول. نعم. هؤلاء الثلاثة ليس فيهم شك ولا ريب، تواتر فيهم الأخبار عن الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وأما المهدي فقد تواترت في الأخبار أيضا، حكاها أرواح أنها تواترت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لبعض الناس فيها إشكال وتوقف، فقد يقال التوقف في كفر من أنكر المهدي وحده فقط. أما من أنكر الدجال أو المسيح مريم أو يأجوج ومأجوج فلا شك في كفره ولا توقف، وإنما التوقف في من أنكر المهدي فقط، فهذا قد يقال في التوقف في كفره وردته عن الإسلام، لأن فذلك قد سبقه بعض من أشكل عليه ذلك، ونظهر في هذا ونقرب في هذا كفره، ونظهر في هذا ونقرب في هذا كفره، لكن لبعض أهل توقف في ذلك. وأما ما يتعلق بأجوج وأجوج والدجال والمسيح المريم، فمن كره هؤلاء الثلاثة واحدة منهم فقد كفر، نسأل الله العافية. نعم. بارك الله. اللهم صل على محمد وآل
لمحمد.